إعطاء العلم لله تبارك وتعالى. يا أخي ما لم تكن النية خالصة فعلا لله صدقني سيكون هذا العلم يعني إنجاز التعبير شؤما على صاحبه وعلى من يستمع إليه، كما نرى حاليا على فكرة. يعني الآن العلم وبعض العلماء وبعض المشايخ هم سبب رئيس في تفريق هذه الأمة وتمزيق هذه الأمة وتأليب هذه الأمة بعضها على بعض، وتجرئة شباب الأمة على الأمة عامة وخاصة. لذلك لابد أن نبدأ بالنية الصالحة، بالنية الصادقة، بإخلاص النية إن شاء الله. اثنين، وألا نتصدر للكلام والقول والإرشاد والتعليم إلا بعد أن نستوفي كل الآلات ونأخذ بحظنا الوافر من العلم الحقيقي. يعني كما يقال نقتل الموضوعات التي تتكلم فيها بحثا بإذن الله تبارك وتعالى. هو هذا، وأن نكون نحرص دائما على أن نكون رحمة لأمتنا إن شاء الله، نجمع ولا نفرق. ويعني مهما أمكننا أن نحسن الظن بالناس وأن نبقي يعني كما يقال لهم صفة الإسلام وصفة أهل الملة وأهل القبلة، يجب أن نلزم هذا وليس الطريقة المعاكسة، يعني أن نخرجهم باستمرار من دائرة الإسلام بحيث نكون والعياذ بالله يعني مغرمين أو مهووسين بحساب النقص وليس بحساب الزيادة. هذه نصيحة، وعلى كل حال شوف يعني هذه النصيحة لا يحتاجها طالب علم حقيقي ولا عالم، لأن من طلب العلم بصدق ومن تحقق بالعلم هو يعرف إن شاء الله، وإذا صحت النية وضح السبيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم جميعا إخواني وأخواتي يعني إلى ما يحبه الله إن شاء الله. شكرا.